السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي قناة ميد زينر. حقيقة أريد أن أشكركم جزيل الشكر على الرسائل، هناك الكثير من الرسائل، ورجاء عدم أريد أن يزعل مني أي أحد بسبب عدم ردي على الرسائل الخاصة على الميسنجر بسبب كثرة الرسائل وقلة الوقت لدي. اليوم أصدقائي الكرام، درسنا اليوم هو ليس بالتصليح، لكن أحببت كما تعلمون محبي الإلكترونيات لا مجال للعمل دون ترشف القليل من الكافيين، القهوة التي تساعدنا على كيف أقول فتح المخ حتى نستطيع أن نتعمق في الأعطال والإلكترونيات. هذا حسب رأيي أنا الشخصي، وهناك الكثيرين من يعشقون ومحبي القهوة. اليوم معنا هذا الجهاز، معنا هذا الجهاز من نوع بريستيجيا، وفي الحقيقة لديه الكثير من الأسماء، بريستيجيا وإلكترو وكينوود، ولديه الكثير من المسميات، لكنه نفس الجهاز بمختلف المسميات. هذا جهاز ماشين إكسبريسو إي كابوتشينو، نستطيع أن نعمل به الإكسبريس والكابوتشينو. هذا هو الموديل، موديل سي ام 2621، 58 واط القدرة، نسبة الضغط هي 15 بار، وضغط لا بأس به، يتسمى بالنسبة لهذه الآلة هذا الضغط هو جيد. بالنسبة لريزيرفوار أو الذي نضع فيه الماء يصل إلى 1.6 لتر، لتر ونصف تقريبا. حسن يعمل على 230 فولت و 50 هرتز، يعني الطاقة المنزلية. سأقوم بفتح الجهاز مع بعضنا لنكتشف مكوناته وكيف يعمل. هذا كتيب الجهاز دليل التشغيل، وهو باللغة العربية. هنا تعليمات السلامة أو الصفحة، وهنا مكونات الجهاز بالتفصيل، كل قطعة وما مكوناته، وأيضا هناك جدول لأعطال الجهاز والسبب المحتمل والحل المقترح. حقيقة طيب لا بأس به، سأقوم بالاحتفاظ به. هذا نخرج الجهاز من العلبة. هذا هو جهازنا. توجد هذه العلبة. هذه العلبة تحتوي على هذه المانيت، يوجد فيها هذه لوضع القهوة، وهذه لي وضع هنا، وتستطيع أن تصنع لنا كوبين، نستطيع كوب واحد أو كوبين، نحن وماذا نريد. وتوجد هذه اللي تمسك هذه القطعة عند تفريغ البن حتى لا تسقط، لأن هكذا ستسقط كاملة. هذه لإمساك هذه القطعة حتى لا تسقط. حسن، هذا هنا معبئ الماء، هذه الماين وهذه الماكس. سنجد هنا هذه الملعقة، هذه ملعقة حتى نضع فيها القهوة. هذه نقوم بكيف نعمل الدوزاج، يعني
نعرف كمية البن التي نستطيع وضعها بواسطة هذه الملعقة الخاصة. هذا هو الجهاز من الخلف، هنا يركب ريزرفوار الماء، هذه لعمل الرغوة الحليب، وهذه للتحكم في رغوة الحليب، تحكم في قوة الفابور الذي سيخرج من هنا. هذه البوتن للإشعال، وهذه لصنع القهوة حتى يخرج القهوة، وهذه لتصبح هذه فعالة ولا تعمل هذه حتى نضغط هنا، من ثم نتحكم بهذه، تتحكم في قوة ضغط البخار. حسنا، نضعهم كل في وضعية أوف. أيضا يوجد هذه، هي من المعدن، لا أعلم إذا كانت من ستايلستين أو لا، مضادة للصدى أم لا، لا أعلم حقيقة. وهذا حتى تحفظ لنا الماء، لأنه سيقطر الماء قليلا، هذه لتحفظ الماء. عند بعد عصر القهوة نقوم بنزعها وتفريغها من الماء وتنظيفها. كل شيء مكان. سأقوم أخواني الكرام بتركيبها ومن ثم نجربها مع بعضنا، انتظروني. عدنا أصدقائي الكرام، كما ترون لقد خصصت لها مكان، كما تلاحظون بأنها صغيرة الحجم، أستطيع أيضا وضعها في المكتب بطبيعة الحال لمحبي شرب القهوة. لقد قمت بوضعها، سأقوم الآن بتشغيلها. كما قلت بأن هذا الزر هو لتوصيلها بالباور، من ثم لعصر القهوة يجب أن ننتظر حتى هذه اللمبة تشتعل باللون الأخضر. عندما تشتعل هذه اللمبة باللون الأخضر يعني بأن درجة السخونة وضغط الماء أصبح ممتاز. عندما نستطيع الضغط على هذه الزر لتنزيل القهوة. حسن، لقد قمت بوضع القهوة، قمت بوضع كمية من القهوة، قمت بوضع ملعقة والقليل، ملعقة من هذه والقليل حتى حصلت على هذه الكمية. ولا ننسى أصدقائي الكرام بالقليل من الضغط، كما تلاحظون بأن هذه الملعقة قاموا كيف هي شكلها من الخلف، هذه لضغط القهوة حتى تصبح كالكبسولة. إذا لم تقوموا بالضغط الماء سيمر بكل سلاسة منها ويخرج أيضا بكل سلاسة، فالقهوة ستكون خفيفة، لكن عند الضغط الماء سيتعطل في الخروج فنحصل على قهوة قوية. حسنا، ننتظر حتى تسخن. سأضع، لقد سخن، نحن نستطيع وضعها قبل وضعها كما ترى لوك، هكذا وضعية اللوك. نستطيع الآن عصر القهوة بطبيعة الحال. سأقوم الآن بوضع هذا الفنجان ونقوم بعصر قهوتنا، وكما تلاحظون قد ملأت ريزيرف إلى هذا الحد. هذه القهوة إنها تخرج حقيقة رائحة جميلة جميلة جدا. أكتفي بهذا القدر، أقوم بالإغلاق. حقيقة لا أعلم
أتمنى لو أستطيع أنظر إلى هذه الرغوة وهذا اللون الذهبي الممتاز. أتمنى لو أستطيع أن أمرر لكم هذه الرائحة. هذه قهوتنا. الآن سأقوم بتجريب الضغط. أقوم بالضغط على هذه البوتن ونجرب هذا الضغط. سأجربه في هذا الكوب. حقيقة أنه ضغط قوي. سأنتظره حتى تسخن أكثر وسترون هناك ضغط قوي حقيقة. والممتاز أصدقاء الكرام بأن القهوة درجة حرارتها ممتازة، يعني بأنها ليست باردة بل درجة حرارتها عند، لا أستطيع أن أبقى يدي على الكأس كثيرا، درجة حرارتها ممتازة. على عكس ماكينات القهوة الإكسبريسو التي بالكبسولات، هناك عيب بها، لقد قاموا بتصليح، لكن في هناك عيب هو أن القهوة تكون باردة، ليست باردة كثيرا لكن سخونتها ليست بالسخونة الممتازة والرائعة. سأقوم مرة أخرى بتجريب الضغط. حقيقة ضغط ممتاز والسخونة أيضا جيدة. هذا كأس خاص فهو باللون الأسود وعند السخونة تظهر صورة، يعني في حقيقة صورتي أنا وزوجتي، صورة زواجنا، لقد بدأت بالظهور عند سخونة هذا الكوب. أشكركم أخوي الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وحقيقة شكرا 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 جزيلا على الرسائل الخاصة، وأنا حببت أن أشارككم شيء من حياتي الخاصة لأنكم حقيقة لقد أحببتكم، أحببت كل من هو يعرف مات زينر، أحببتكم وشكرا على رسائلكم الخاصة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة وموضوع جديد. إلى اللقاء أصدقائي الكرام.